ジーフォカダサイバー شكون الناس اللي يحتجوا مقبل لانه على بالكم باللي احنا في الجزائر كانوا عندنا 10000 11000 حتى 14000 حركه احتجاجيه كل عام وهذا ريسونسي من عند لا بوليس الجندار منا معناتها بالك كاين ديجا اللي ماشي ريسونسي واش كنا ندرسوا كنا نشوفوا شكون هادو وعلاش يروحوا يحتجوا ايه وين يحتجوا وكيفاش يحتجوا وكونتر كي ايه لانه كان لازم نفهموا كيفاش مصر 700 مره صارت احتجاجات ومن بعد صارت ثوره في تونس 400 مره صارت ثوره في الجزائر 14000 نورمال بعد الناس قاعد تدخل للدار عادي ايماجينيو حاجه كي تجي السلطات الامنيه واش تقول لكم؟ تقول لكم لا بوليس تقول لكم حنا ريسونسينا اكثر من 700000 فاجيريا هبطوا في 6 شهور اللي فاتوا احتجوا ولاو للدار صافي سير كاين حاجه اللي ماشي نورمال كاين حاجه ماشي نورمال كي درسنا الموفمون هذا لي موفمون اللي كانوا يصراو لقينا باللي الناس دخلت شغل دارت ان كونترا مع السيستم ان كونترا مع السيستم يخرجوا يحتجوا واش يدومونديو قال فريلي المصلحه تاعي وانا ما ندخلش روحي في البوليتيك هذا هو الكونترا ومن بعد كانوا دي كونديسيون لو كان تقدر تزير سيستم مليح يمد لك اكثر قد ما تزير يمد لك اكثر ومن بعد شكون اللي كانوا دايرين لافير اللي يقروا علاش اللي يقروا لانه 9 ملايين ولد سورتو تاع البريمير معناتها لو كان الدراري يخرجوا من الزنقه كاين مشكل بروبليم دو سيكيريتي كبير صافي هما اللي استفادوا اكثر من الزيادات في الاجور الى اخره المهم هما مشى بهذه الطريقه من الجزائريين هذاك النهار ما كانوش يامنوا باللي يقدروا يروحوا بعيد يقدروا يديروا حاجه اكثر كانوا يقدروا يتلاقوا في حومه ويتلموا يخرجوا يدومونديو الغاز يدومونديو بروبليم اللي قال لهم تاع تريسيتي يدومونديو الرحله مي متفاهمين انهم كاع يولوا للدار وما يديروا لا اسوسياسيون مش معناتها معناتها ما ينتقلوش من موفمون الموفمون سوسيال كبير لي دوموندي تغير كاع الجزائريين شغل كانوا متفقين ما يدخلوش روحهم في السياسه ما كانوش يامنوا باللي يقدر يكون كاين حل سياسي مستحيل قناعه تاع الجزائريين بعد واش صرا في التسعينات ما يامنوش باللي يقدروا يروحوا في حل سياسي سورتو نهار شاف الجزائري الجزائري يذبح جزائري يبيع جزائري 200000 الله يرحمهم ماشي شويه يموتوا ايش حاجه سهله مي سيستم طلق روحه طلق روحه قالك باللي سي بون حاكمه ما كان حتى مشكل كمم رحنا لكم كاتريا موندا الناس كانت مجينيه من كاتريا موندا مي جازت على خاطر مازالوا الجزائريين يامنوا باللي ما كاين حتى حل وما كاينش حل سياسي مي سانكيا موندا شغل اثر بزاف على الجزائريين علاش اثر عليهم لانه بور لا بروميير فوا حسينا متبهدله مع الاخرين ماشي معانا احنا ولاو الاخرين يضحكوا علينا يديروا دي فيديو في الاردن في مصر بلدان بزاف يضحكوا علينا وصح شغل بزاف شغل بريزيدون مريض منا ما يقدرش ما يتحرك ومن بعد يرشحوه بريزيدون كاع الجزائريين كانوا مقتنعين متفقين باللي باللي مستحيل يقبلوا فكره واش هو بريزيدون في الحاله كيما هذه يجوز مي كاع على بالهم بلي حيجوز صافي اوتوماتيكمون كان لازم شنو كان لازم شراره عند ديكلونشور كما مثلا في تونس جابوا عزيزي الله يرحمه حرق روحه شعل في روحه النار يصراو الحوايج مي هاد الحوايج ماشي هما صحانيين سي لي ديكلونشور جا سانكيام موندا كي جا سانكيام موندا الجزائريين كانوا واجدين بصح ما كانوش ايماجينيو باللي يقدروا يروحوا حاجه كبيره ان مومون كبير ومن بعد يولي يجوا نهار ولي دومونديو تغيير نظام سيتي نوا يعني اللحظه اللي خرجوا فيها الجزائريين خرجوا مقلقين خرجوا شغل اهانه شغل ايزون ايتي بزاف يعني فريمون سي دي سي دي زونون كي خرجوا لو 22 فيفري ما امنوش باللي خرجوا بهذاك الغاشي كامل سيتي بو ايماجيني واحد 30 ولايه يخرجوا على مره حاجه كبيره واحد ما كان يستنى فيها واحد ما كان يستنى فيها امبوسيبل ومن بعد واش صرا هذه تاع 22 فيفري ولا تنديكلونشور تاع 1 مارس لانه دخلنا معطى جديد حسينا بور لا بروميير فوا بلي تقدر دير ان اكت بوليتيك وما تعاقبش عليه لانه الجزائريين علاش كانوا خايفين قبل كانوا خايفين على خاطرش لاكت بوليتيك كان عنده وزن كنت قادر شوف تغلق الطريق دير واش تحب ماك تحوس على سكنه يغمضوا عينيهم عليك تغلق الطريق باش دير بوليتيك دوموندي تغيير سياسي ما يغمضوش عينيهم عليك ماشي كيف كيف جماعه صغيره تاع 10 15 يدومونديو مطلب سياسي ما يخلوهمش بصح دي ميلي يخرجوا على جال سكنه على جال غاز على جال غاز صخري نورمال عادي ما يديروا لهم والو معناتها الجزائريين كانوا فاهمين باللي
لاكت بوليتيك عنده كلفه. ابريل 22 حسوا بور لا بروميير فوا بعد 92 باللي لاكت بوليتيك يقدر ما تكونش عنده تكلفه. معناتها تقدر تخرج وتقول السيستم هذا سراق وتقول النظام ماشي مليح خبيث ويا سراقين وكليتوا البلاد وما يديروك والو. هذه حاجه ما كانتش مقبل. معناتها ايزون لو بري كونفيونس اون سوا. دخلنا ايطاب واحد اخرى بعد ال 22. قبل ال 22 شفاو كنا كاع نسبوا بعضنا. كان عندنا حاجه اسمها الاحتقان الطبقي. كاع نكرهوا بعضنا. يجي الاستاذ تاع المسيد واش يدير؟ يدير انكراف داكور. لي بارون يكرهوه. يجي مول الحليب يبيع الحليب الماعفه. الجيران يكرهوه. انسي دو سويت كاع طونكو لا سوسيتي ما كانتش منظمه مليح كاع صرا لنا مشكل. كاع ولينا نكرهوا بعضنا ما قدرناش نتفاهموا لانه نورمالمون لوجيكمون النظام ينظمنا. صح النظام ما نظمناش نساحب. النظام قالنا بايزوب كي تصرا مشكل في حومتكم ما تدخلوش روحكم. شكون تدخل روحه؟ المؤسسه الامنيه. بعد كي تلقى انت لابوليس الجوندار ما يدخلوش روحهم تي اوبليجي تدخل روحك. ما تدخل روحك كلشي صرا. القانون لا يحمي المغفلين. تروح للشرع تتحاسب. ها واش معناتها؟ وإلا ما دخلتش روحك كلشي صرا. الجزائري يلقى روحه في تناقضات ما عرفش يعيش. ما عرفش كيفاش يكون انسان مليح. انا ذاك حنا درنا كتاب واسمه كيف تصبح مواطنا سيئا في الجزائر. لانه كنا مقتنعين باللي المواطن الجزائري كيعيش في ظروف كيما هذه يولي ماشي مليح. ما يقدرش يكون مليح. لانه كاع الشروط تدفعوا باش يدوفيان ان موفي سيتوايان. ويلي ولا موفي سيتوايان لانه ولا براغماتي ولا يخمم كيش يربح كيش يخدم مصلحته. صاروا له بزاف ضغوطات ما لقاش حلول اهرب. كاين اللي هرب بالخف. كاين اللي يطول باش هرب. كاين اللي يطول باش فسد. مي اون غروسو مودو جزائريين قبل 22 وكنشفوا مليح كانوا يشوفوا باللي هما ماشي عباد وهما راسها ماشي مليحه. وكي تمشي في الزنقه تهضر مع الناس يقول لك حنا ماشي عباد حنا راسه حنا تاع ديكتاتور حنا وحنا. علاش؟ لانه كان عليهم ضغط كبير ما كانوش قادرين يعيشوا بها. حنا كنا داخل الجامعه اساتذه في الجامعه الطالب يدخل بالقهوه يدخل بكاسكيطه يدخل بالدخان يدير الدراع اذا راه انسحبت تخليك تخبط وحدك. اليوم تعيط غدوه تعيط غير غدوه يجي الدار معك واحد ومن بعد تكره ومن بعد تقرر واش تقرر تولي موفي ان موفي سيتوايان. تشوف وتلعبها ما شفت تسمع وتلعبها ما سمعت باش تقدر تكمل تعيش. لانه ما تقدرش ما عندكش لي موايا باش تبدل الحياه تاعك هذيا. مالا كنا حنا بزاف زعفانين على روحنا وكنا بزاف نكرهوا روحنا وكنا بزاف نقطعوا في روحنا. داير الجزائريين يضربوا بزاف. ما تقدروش نجيو نقولوا اليوم باللي الجزائريين لا لا ماشي تاع عنف. الجزائريين تاع عنف كانوا تاع عنف كانوا يضلوا يضربوا. تروح لمصر تلقى 20 مليون في لاكابيتال في القاهره تمشي 10 ايام ما تلاقاش باكار قليل. تجي للجزائر امشي برك شويه طيح طيح باكار. هذه تسمى وحده برك انا نحكي على وحده. معناتها كنا تحت الضغط وما كناش نعتمدوا على منظومه قانونيه وما عادوش ولينا ندبروا راسنا نقفزوا كل واحد كيش يقفز. كاين اللي يسرق في الخدمه كاين اللي يسرق في الوقت. المهم نديروا حوايج بزاف ماشي مناح. ابريل 22 جاتنا شغل ان ديكليك. حسينا باللي حنا نقدروا نكونوا خير لانه حنا واش خصنا؟ حنا كان عندنا مشكل كبير. حنا الجزائريين كنا عايشين ماشي داخل الجزائر كنا في الجزائر صح ماشي عايشين الداخل. لحقنا واحد الوقت ونولينا حنا انا زعما كريال هذا بارسلون ولينا نتعرفوا بهويات ماشي ديالنا. قال لنا باش نهضروا نهضروا بلونكاج ماشي تاعنا تاع الجزائريين. قال هذا الريال هذا البارسا قال هذا وشنو. كنا طيحنا على الفيسبوك والفيسبوك اللي كان ما كانش مسيس كان فيه غير تقطع بصح ما كانش مسيس سيتي ديفيرون. كنا حابين نهربوا من الرياليتي تاعنا. نسى يشوفوا لي فيلم تاع الترك بايزون 250 حلقه 300. كنا دائما نحوسوا لا فيتو نوفا. الشامبيونات تاعنا ماشي كاع بالون ماشي مليحه بصح تباع لانه عندك كان فيد. ابريل 22 حياتنا بدا يولي عندها معنى. حسينا باللي سي 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 بيان نقدروا حنا نكزيستيو نقدروا نهبطوا ونمشوا. وكاع الجزائريين مشوا في نفس الوقت في الولايه. معناتها كاع كانوا عايشين لا ميم شوز. الضغط اللي كانوا عايشين كان مشترك ما كانش غير في لي كرون فيل. كنا كاع نحسوا كراس لواش الفيسبوك. الفيسبوك لعب دور كبير لانه كان تلحق لانفورماسيون وتلحق التشخيص تاعنا الواقع اللي كنا نقطعوا طول طون كان يمشي بارتو. شفوا حفره تاع بن عكنون شفوا بزاف اشياء سبيطارات واش كان يتقال عليهم. معناتها الضغط هذا كاع في لحظه من اللحظات خرجنا الزنقه. ومن بعد حسينا الاولى فرحنا. علاش؟ ما قمعوناش. سان كرون افونتاج. ايه ومن بعد بدي تهضر ومن بعد السقف تاع الشعارات تاع الجزائريين بدا يطلع بدا يزيد بالعقل بداو يولي عندهم كونفيونس اون سوا. ومن بعد بدينا نحسوا باللي نقدروا حنا تخرج فينا حاجه مليحه. بعد ما كنا نشوفوا حنا ماشي مناح
ومن بعد سي تري امبورطون جاو لي كاميرا من ليترونجي ومن بعد لقينا اون شونس واش هي باش نحسنوا الصوره تاعنا قدام اخرين اللي كانوا يضحكوا علينا ومن بعد ولاو ما يقولوا علينا كلام مليح لقاونا نمشوا 16 مليون 18 مليون بلا ما نكسروا بلا ما نخسروا ومن بعد فرنسا اللي كنا نديروا لاشان ب 60000 ب 10000 و 15000 ولادنا يديروا لاشان باش يحلموا بفيزا ولاو يديروا لا كومباريزون مع لي جيلي جون وفرحنا علاش لانه تصوروا بور لا بيميير فوا نلقاو شكون يقول علينا بلي حنا ناس مناح قالوا علينا في كاع لي شان سيتي بيان ربحنا كونفيونس اون سوا ومن بعد بديت تطور الامور الناس اللي خافوا في الفاندور ما ولاوش يخافوا في لو بروميي مارس سورتو لو 8 مارس لو 8 مارس معناتها باغ دخلوا نسا بكثره من الناس سيتي فريمون بو من بعد بدينا نمشيو كي بدينا نمشيو مشى لارمي مشى مع الناس في الاسابيع الاولى ست سمانات سيتي فريمون ايديال تخرج انت دوموندي حاجه ما يجي الحق ثلاثه تفرا اشاك فوا ثلاثه لا اربعه الخميس ماكسيموم تفرا تزيد تهبط انت بالجمعه تفرا سي بيون ورانا نمشي ورانا نافونسيو كي نقارنوا ست سمانات من قبل 22 ما كان حتى علاقه كنا شغل ميتين ما كناش نكزيستيو كنا فريمون كنا هاربين اليناسيون كنا عايشين اغتراب ما كناش موجودين في الجزائر كنا موجودين بالاجسام كنا مجموعه افراد وخلاص مي متواجدين يلمنا البالون اشياء من بعد حسينا بلي نقدروا نديروا حاجه مع الاول سيتي بيان علاش على خاطر كان عندنا بوت واحد باين وشنو هو البوت قال سانكيا موندا هذا كنا كاع من المؤمن على سانكيا موندا ونفكركم بزاف جزائريين اللي كانوا يقولوا قبل 22 فيفري معليش يجيبوا لنا واحد يمشي برك ويهضر ما يبادلوناش مع الناس ما كناش نحوسوا لا ديمقراطيه لا والو ما في 88 ما كناش نحوسوا ديمقراطيه خرجنا الدقيق والزيت ومن بعد هما قالوا لنا اصبروا نعطوكم ديمقراطيه جيبوا بها الوقت بوسك حنايا ما عندناش دراهم صافي لازم نعطوكم حاجات تعيشوا بها قالوا لنا انا غلطنا ونعاودوا للزيرو عاودنا للزيرو ما مشاتش عاودوا ردونا للزيرو ونكرموا الزيرو معليش من بعد وصرا راحت سانكيا موندا مليح ومن بعد تمديد صح تفهمنا كاع التمديد راح التمديد داكور مليح ومن بعد واش ويحيى مليح تفهمنا كاع ويحيى راح ويحيى بدينا نمشيو وسي نورمال كل ما تمشي كل ما نبداو نحسوا باللي مع الاول لا بدينا نحسوا باللي بدينا نرتاحوا وباللي سي بون رايحين لواقع جديد اوتوماتيكو شنو نقولوا ما نقولوش نفكروا كيف كيف كل واحد يفكر على حسب عقليته لانه بدينا نفكروا في الجزائر تاع غدوه هذه الجزائر تاع غدوه كش تبنى كل واحد عنده ايماجيناسيون على الجزائر تاع غدوه كش حابه مع ماشي كيما معلوم مع الاول كنا متفاهمين على حاجه واحده قلنا سانكيام موندا وقلنا ما كاش تمديد وقلنا الحكومه تاع ويحيى ومن بعد بدينا نختلفوا سيتي ناتورال من بعد واش صرالنا صرالنا بروبليم كبير وشنو هو اكتشفنا باللي الفساد اللي 20 سنه نلقاوه اليوم قدامنا اكثر من 20 سنه اللي هو التصحر تصحر سياسي معناتها وشنو النظام كان انتيليجون سيرتان طون نهار اقتنع باللي ما يقدرش يقنعنا قال انا هادو ما نقدرش نقنعهم هادو يهربوا لي كي صغار كي كبار واش ندير ما نعطي لهمش ما نخلي لهمش دي زوتي اللي يقدروا يغلبوني بهم واش ندير لهم نفسد لهم الاحزاب السياسيه الفضاء السياسي ها نفسد لهم شنو النقابات نخلط في النقابات حتى نفسدهم نلعب لهم بالاعلام دو سورت ما يكون عندهم حتى مصداقيه ما كان حتى جورناليست قال ثقيل شد ريتم واحد كاع الريتم تاعهم يتبدل اليوم يهضر هضره غدوه يهضر هضره زيد نلعب لهم بكلش السيستيم كان انتيليجون فسد كل شيء فسد الساحه السياسيه ولا بروف دوكا ما قدرش تحرك اللي باراليزي فسد شكون النقابات ولا بروف النقابات ما قدروش دوكا يبروفيتي في تونس بروفيتي والنقابات دخلوا لعبوا الرول كان عندهم الرول بريمورديال مي في الجزائر ما قدروش عاقاش النظام لعب بهم غلطهم تلاعب بهم زيد الاعلام اعلام الجزائري ما يتيقوش فيه لانه اللي با ليبر باين باللي ماهوش حر والسيستم تلاعب به كل مره تمشي تلاعب به بعد تلقي روحنا حاصلين 16 مليون 18 مليون في الزنقه مي ما عندناش على واش نتكاو ما عندنا والو نتكاو عليه ما عندنا حزب نتيقوا فيه ما عندنا نقابات نتيقوا فيها نقدروا نمشوا وراهم لقينا روحنا في الزنقه قدام من قدام ثلث مرصوات تاع السيستم كان عندنا بوتفليقه السيستم تاع بوتفليقه جناح الرئاسي كان عندنا توفيق وجماعته باينين من بكري عايشين وكان عندنا الجيش الجيش زرب واش دار الجيش زرب خرج من الكلون بريزيدونسيال وليكيدا لي دو كلون حنا كجزائريين في حاله كيما هذه نورمالمون نفرحوا علاش نفرحوا لانه اخطر حاجه قدرت تصرالنا
انه نكونوا في ظل التصحر هذا وعندنا بليزور بوفوار معناتها غدوا يقدروا يمانيبيوليونا ويضربوا بينا وهذه واعره بزاف باش تجي يضربوا بك لانه صارت بلدان شوفوا ليبيا ما قدرش ميم با ما قدرش بورتو ليبيا وشنو 6 ملايين 2 مليون لا بيبار كاع وين موجودين في طرابلس وطرابلس وحدها فيها اكثر من 1500 ميليس طرابلس وحدها فيها بليس دو 1500 ميليس عمر ما يجي بهذه البساطه ومن بعد حنا قد ما بدينا نمشيو بدينا نحسوا باللي رانا حاصلين من جهه عندنا حاجه رائعه صارت لنا الحمد لله بعد براسك 30 سنه ولينا الجزائر عاودنا حنا دخلنا الجزائر انا موجودين رانا هنا في الجزائر هذه حاجه جديده علينا قبل 22 ما كانت موجوده صافي ربحنا حاجه اللي هي عيطولها شغله وتبان نفسيه مورال مو عاودنا زدنا ودي حاجه على بالكم هذه ما تشاش بدراهم على بالكم في الامريكان يكذبوا في التاريخ تاعهم يكذبوا يكذبوا باش يعطوا روح للمجتمع تاعهم داروا سبايدر مان داروا باتمان داروا كاع سوبرمان غير باش يسيو فهموا لي زامريكان باللي الامريكان لي فور باش يردوا الامريكان كي يهضر كي يهضر كي يهضر معاك ما يقول لك اي ام فروم يونايتد ستيت ما يقولكش امريكان انت وحدك لازم تعرفها لانه انا كبير عليك انا فور عليك الامريكاني سي امبورطون واش داروا حنا عندنا كلش مي بصح لحقنا واحد الوقت وين ولينا نحشموا ونقولوا بلي حنا جزائريين على جال سانتيا موندا وبدالة من بعد وصرا الحمد لله عاودنا ولينا سابيا ولينا دوك ولينا دوك كيش نقدروا نولوا مشكل كبير كيش نقدروا نتفاهموا مشكل كبير لانه حنا راح نديماريو من الزيرو عندنا ديزافونتاج بزاف بصح نضرينا بزاف لانه ربونا وتعلمنا وتربينا على اشياء ماشي منيحه ما تعلمناش نتحاوروا ما تعلمناش نتناقشوا كنا جابدين كل واحد جابد على الاخر كان يجمعنا تيمكتو كل بالون مصلحه دراهم تجاره كان يجمعونا حوايج كيما هادوما مي بصح دوكا نسحقوا حاجه اخرى نسحقوا علاقات واحده اخرى ماشي كيما يتربينا عليهم كانوا عندنا حتى امثال شعبيه كانوا يضرونا كي تنوض انت في الزنقه انتك مربي في الدار بعد يعلموك يقولوا لك صاحبك جيبك يقول لك خالك يخليك عمك يعنيك يقولوا لك ما الفم المزموم ما تدخلوا دبانه ايه كل عطله فيه كي بزاف ايه تخطي راسي حبيكم بزاف حوايج انت احنا ما نحسوش بصح ما عايشين معانا وبعد لقينا روحنا باللي تصوروا دوك انتم مع جيريا يخلص مليون و500 الف ولا 800 الف وبكونترا يخدم في السبيطار وشاد لي رونديفو تاع على راديو واش راكو عند تسناو منه يسمع وليدو يسعال يلعب ما سمعش ها ما يقدرش يدي وليدو للطبيب مش معقول بعد افيك لو طون شيدير يحول الخدمه تاعو فوند كوميرس يردوا رجس كوميرس كيما صارت بزاف الجزائريين خدمتهم ردوا من رجس كوميرس لانه الشهريه تاعك فيها مدله استاذ جامعي بالماجستير يدخل يقري في الجامعه يخلص 4 ملايين و500 يفكر يتزوج يلبس ياكل واش يدير صافي حصلنا كي حصلنا حنا واش درنا زعما حنا الجزائريين قفزنا على حسب قفزنا قفزنا كي قفزنا غلطنا عندنا غير نغلطوا تعبنا بامور يعني غلطنا في الخدمه غلطنا في الحومه غلطنا في العلاقات العائليه ولينا نتبعوا مصلحه بزاف دركا جينا عندنا ثلاث حوايج عندنا اراده منيحه هكذا هايله عندنا نيه هايله عندنا نيه منيحه وعندنا اراده منيحه وانا فاهمين وانا حابين نروحوا بصح ماناش عارفين كيفاش نروحوا عندنا مشكل ما نعرفوش مين نروحوا وانا خايفين نصطدموا في الطريق لانه ماناش واجدين لانه كيفاش نروحوا وبالتالي شغل حنا دركا وين رانا؟ رانا في سيتياسيون هيستوريك هايله رائعه ما كناش نتمناو حنا كنا نقروا في الجامعه ما كناش نتمناو سيتياسيون كيما هذه مي دوكا دخلنا انا شخصيا انا قناعتي شغل لونجو شغل بزاف كبير ماناش واجدين لازمنا شويه وقت معناتها عندنا الدروه نغلطوا شويه كيما البيبي حنا البيبي نحبوه تاعنا بيبي شكون ما يحبش البيبي تاعو مي بصح كي تحبو يقعد يمشي تاع ما يقدرش يتعلم يمشي بلا ما يطيح تقعد دائما تعس فيه او ساعه ساعه يطيح او تجرح يقدر يدي جرحه تقعد له حياته كامل مي بصح باش يمشي لازم يطيح دوك حنا مسموح لنا نطيحو زعما لازمش نطيحو طيحه كبيره ما لازمش نطيحو طيحه كبيره اللي ما نعاودوش الموضوع والله ما نعاودوش الموضوع على 30 سنه واحده اخرى صافي سي امبورطون انا جو بريفير نديرو شغل عندي با نطرحوا اسئله وندي عندي با والله نزيد كملت يا دكتور ما تحبون نزيد ولا تحبوا نفتحوا النقاش نكمل ولا سي انتيريسون كمل دكتور كمل
كيفاش ما نطيحوش قاتله؟ معليش بالواحد زي كيف؟ معليش لازم نقتنعوا بحاجه، نقتنعوا بحاجه. الحاجه الاولانيه انه احنا في سدونا 30 سنه ما نقدروش نتسقموا بالخف منيح ديجا، يعني 30 مضمونه، 30 مضمونه هذه معناتها هذه حاجه الاولى. ماناش راح نتسقموا بالخف، لازم حنا الاولى واش نديروا؟ لازم نعسوا روحنا، لانه واش يصرى لنا دركا؟ عاده في المجتمعات كي يصرى احداث كيما هذه واش يصرى لهم؟ يصرى لهم حاجه اخلاق مشتركه هكذا، يقولوا عندنا عادات مشتركه كيما صارت فرنسا بارتو بارتو، يصراو حوايج جزء كبير من المجتمع. الحاجه الاولى واش صرا؟ اولا جزء كبير من الجزائريين كانوا محقورين، كانوا مهمشين، معناتها الداخل مش كاين، كاين حقد مخبي، كاين حقد. لا غالب انت شغل علاش انا ندوسوا بزاف في الفاميليا، علاش يصراو لنا بزاف مشاكل؟ كان عندنا حقد ما عشناش بلي موايا تاعنا. شوف روحك مثلا انت تعرف تقرا طريبيا، هاك قريت وبريباريت اللي كامل وانت تبريباري، غدوه يجي الزميل تاعك يكوبي يدخر منك ولا كيما انت، تقعد دائما عايش محقور. تروح انت في الخدمه تخدم سيري، انت تجيب كيري الخدمه على 8 تكون تم، يجي الخدام لي كيما انت، يجي على 10 والله ما يجيش، ومن بعد يخلص كيما انت ويدي بريم دو موندو كيما انت، وممكن تكون عنده معرفه يدخر منك. صافي عشنا بزاف لانجوستيس، هذيك لانجوستيس في هذه اللحظه تكون مخبيه فينا، كي تكون مخبيه تتخبى، يولي عندنا واحد الحقد. صح حنا ما نقدروش نقولوا باللي عندنا حق، واش نبداو نقولوا؟ نبداو نستعملوا حاجات اخرى، نبداو نخونوا الناس، نجرحوا في الناس، نبداو نكازيو الناس، نبداو شويه نقولوا راديكال في الخطاب تاعنا. وروماركيو بزاف جزائريين بداو يخرج منهم هذا، هذاك ما يصلحش، ديجا كي نقولوا يتنحاو كاع قاسيه. شوفوا حنا باش ما نغلطوش، حنا عندنا حراك سلمي بمطالب راديكاليه. كي تنطورا هذيك تاع السومبيتي دوموندي، واش راهم دوموندي؟ يتنحاو كاع والنظام يتغير. هذا كي تكون ثورة صحيحة تاع تسمى خلاص، حنا زعما جايبين جونتي جايين حراك سلمي منا، وحنا رايحين للاخر ليكستران ولا بور. انا حتى للجيش قلنا له انت زيد تنعه، ماهوش معقول يعني. شغل حنا شغل زربنا بزاف، شغل حسينا باللي عندنا قوة كبيرة. صافي لازم ننتبهوا حاجة، حنا رانا رافدين احيانا واحد السلوكيات تشكل خطر على واش على الحراك. الثانية المهمة واش هي؟ ناس بزاف تطمع كي يجي الحراك، واحد يشوف روحه بريزيدون، واحد يشوف روحه مدير تاع مؤسسة. كاين ناس تقول لك علاش أنا لا؟ أنا عندي 30 سنة وأنا نحلم، وعلاش أنا لا؟ على ماشي أنايا؟ وهذاك فاش خير مني؟ وحنا على بالكم عندنا في الثقافة تاعنا كاع ولا 9 شهور عندنا واش يعاوننا؟ واش فهمني؟ صافي عندنا مشكل، يولوا من بعد حنا الناس تطمع. كي الناس تطمع واش يصرى؟ يصرى الاندفاع، الناس تونجاجي، الناس تونجاجي تصدم، على خاطرش تقول بلي سي شونس. حنا واش كنا نحكوا على 62؟ كنا نقولوا بلي غلطوا جماعه 62 اللي كانوا نوايا وكانوا رافضين العلامات ويقولوا تحيه الجزائر، في الوقت اللي كانت الناس تدي في الارض وليزابارتومون. عن بالكم تجوز؟ ما تجوز، هذه راهي عندنا. ومن بعد جاو ليجان في الثمانينات واش قالوا لوالديهم؟ قالوا لهم انتم جايحين، انتم ما قفزتوش، نهار الناس كانت تدي انتم ما قفزتوش. ما حنا نقعدوا نحسوا هكا دوكا، انا نقول واقيلا جات لوكازيون، واقيلا جات 62 وحده اخرى. الا انتم راكم بنيتكم، كاين ناس بزاف ماهيش بنيتها، كاين ناس بزاف سي لوكازيون ديالو باش يلحق. هو شوف الطموح مشروع، والناس تطمع في دي بيريود كيما هادية. مي بصح نهار يكون الطموح تاعك على حساب البلاد صعيب، صعيب. وعندنا مشاعر وحده اخرى، شغل تحس باللي في اوضاع كيما هادي يتلم لك زوج، يتلم لك الخوف بزاف ها، ويتلم لك هذاك الاندفاع تو فو تونجاجي، مي بصح تقعد دائما خايف. وهذا سلوك طبيعي وهذا منيح. علاش؟ علاش منيح الخوف هذا؟ لانه الخوف هو اللي عقل معاه، يدير لك العقل. لانه لو كان ما تخافش واش يزرع؟ لو كان ما تخافش ومع تونجاجي تصدم. كاين فرق بين الخوف وبين الجبن، الجبن ماشي منيح، تاع الخوف من ذاك منيح باش دير حساباتك. لو كان ما خافوش شحال يكونوا ليزاكسيدون؟ وين راح نلحقوا لكم ما نخافوش؟ معناتها سي تري امبورتون العقلانه. مي بصح حنا واش عندنا المشكل؟ عندنا الحرص. علاش الحرص؟ حنا نقولوا سي لوكازو لازم دوك دوك لازم ما راتيش لوكازو. تخاف ترانا كيما البالون، تزرب باش تماركي بيت ومن بعد ما تماركيش ويتماركا لك. صافي احيانا كي تزرب بزاف تغلط. هنا واش لازم؟ لازم تفهم باللي نتايا تعرف قيمه واش تحقق لك. انت ما راكش تشوف منيح شغل بالخف والفتو، بالخف حلاوه الفنادي زاكي.
اللي جا في اون كالكو سومان بالقف حنا والفناهم ولينا نشوفهم نورمال ولينا نشوفهم وراهم وهذه ماشي نورمال. علاش؟ على خاطر خصنا الحاجة الأولانية الكبيرة اللي ما صراتلناش في الجزائر اللي هي حنا وصلنا في الجزائر انسوليد. علاش انسوليد؟ على خاطرش المجتمعات كاع اللي صرا لهم كيما حنا كيف صرات لهم؟ كاع كيف صرات لهم؟ صرات لهم انهم احزاب والله شخصيات والله نقابات واش دارت؟ هما قالوا الناس خرجوا. هما اللي قالوا الناس خرجوا. حنا 16 مليون ولا 18 مليون خرجوا بلا حتى عود ما قالهم. بلا ما كاين اوكين بيرسون تقدر تقول لهم. علاش حنا نحتاجوا في المجتمعات في التجارب؟ علاش يحتاجوا واحد يقيديهم؟ على خاطر هذاك اللي يقيديهم دائما حنا دركا كيما رانا عندنا اون زون دومبر. عندنا 30 حتى 40% من الانفورماسيون ما عندناش ما نعرفوهاش. ما نقدروش نلحقوا لكلش. اوتوماتيك مش كل اللي يعاونك هنا في ظروف كيما هذه. كي تكون عندك قياده واش دير القياده؟ هي اللي تكون عندها لانفورماسيون، هي اللي تجي تقول لك واش لازم دير. انت دير كونفيونس في القياده هكذا الامور تمشي. صح حنا عندنا مشكل ما عندناش لما نسمعوا. ما عندناش شكون يقول لنا، ما عندناش شكون يغطي لنا هذيك 30 40% تاع لانفورماسيون. واش ولينا؟ ولينا نغامروا، ولينا نسكيو. انه ما على بالناش ما نعرفوش كلش. يخرجوا لك انفورماسيون، ما تخرج لك انفورماسيون، ما تقسموا لك بالعقل. ومن بعد انت واش تلقى؟ تلقى روحك. انت ما تعرفش كلش. انت تي اونجاجي. خرجت. ماكش قادر تولي الله. وماكش حاب تولي الله. وماكش مقتنع باللي تولي الله. في نفس الوقت ماكش قادر تمشي سون كارونتي. تمشي هكذا كبر. والله بروف واش صرا في الحركة اللي تروماركيو؟ اش فاو لو دي مارس؟ لو دي مارس واش لونساو؟ لاكراف. عسام مدني. مشات لاكراف. تكسرت في نهارها ما مشات. اشاك فوا صيام. اش فاو غير كيما؟ ما كانوش يجرو مور المسؤولين. اش حبست؟ الجريه مور المسؤولين. اش فاو نهار خرجوا المسيرات في الليل؟ حبست. كاين اون كخانت راهي حاضره. كاين خوف وساكن فينا. معناتها الحراك وصرالو كي ما عندوش قياده ومشي مأطر ما قدرش يزيد. ما قدرش يزيد، خاف يزيد يغلط. لانه الناس كاع حاسه. ما يهفوكمش الناس كي يقعدوا يغنيو. مي بصح الناس ويديروا شعارات. مي الناس او فون دو حاسين بالخوف. حاسين بالرهبه. هما مش حابين يدخلوا الكونفلي. هما مش حابين يخسروا الحاجه اللي ربحوها. وبالتالي شغل مهما كان عندنا حراك رائع هايل شهدوا به كاع الناس. مي بصح حنا رانا اون كريز. كاين كوميم حاجه بوزيتيف. كاين واش رانا ندير له سيناريو ثاني بوزيتيف شويه. لا لا اه ثاني. بزاف انا كنت شارك في انتخابات على بعجويليه بزاف. دقيقه سمحوا لنا الجماعه. شوف كان رانا في غاشيه الله يبارك ورانا بيان ورانا جايبينها. راه هضر دوكا الاستاذ دوك ندوزو برك المرحله تاع نبوزيو لي كيسيون بعضنا لي بوزي معليش ماشي مشكل لي بوزي لا كيسيون برك يكون ياخذ وقت خفيف نريبونديو باسكو كاين بزاف الناس راهي حابه تهضر وهذا هو لوبجيكتيف تاع واش رانا حابين سيكو الناس كاع تهضر بالمختصر المفيد. شوف كاع شخصي بيك دقيقه تفضل استاذ كاع شخصي بيك واش رايك في الانتخابات 4 جويليه انا المرحله الانتقاليه بوزو 21 كيستيون انا راي خاص هذه غير نسوها تاع كاجوي هذه ميته على فونس ميته يعني غير نسوها والحركه هذه يقتلها فاصلمون يعني عنده لا فورس باش ليكيدي هذه تاع كاجوي سي با ان بروبليم ماشي كاع ان بروبليم كاجوي لانه راح الحال عليها نظن هذا رايي الخاص استاذ الكيس بالكيس الاختصاص ديالك شوف قلت لك اختصاصي في الاجتماعيه واش رايك في هذه الطبقه المثقفه المقبوله مع المجتمع الجزائري مقبوله بلا ما نسمي الاسامي علاه ما دارتش ان با اون افونس ايه علاش على بالكم باللي بكري دائما في الطوارات منا يخرجوا ما في طوار الجزائر صرات يخرج دائما الكونفلي بين المثقف والشعب الناس يجوا من الشعب يقولوا باللي المثقف هذا المثقف ومنا ما اني با لا اوتور الاولى لازم تفهم النخبه دوكا تبدلت النخبه ماشي اللي قرا في الجامعه النخبة لا ديفينيسيون تاعها تبدلت، النخبة هو اللي يقدر يأثر في الناس، دوك مع المواصعات اللي تبدلت، مع شبكات التواصل، يقدر دوكا شونتور باليرمو تاع البالون هو اللي واش يدير؟ هو يمد اللونجاج لوليدي، وأنا الأستاذ جامعي، وصرات لي صح من قول وليدي صغير واش يدير؟ يدير اللونجاج تاع من؟ تاع لي شونتور تاع لي ستاد، معناتها التأثير تاع النخبة تغير، يقدر جورناليست يكون عنده تأثير كبير، يقدر مناشط سياسي عنده تأثير كبير، أكثر من النخبة، صافي دور كان النخبة تاع بكري. تاع الجامعه ما ولاش عندها تاثير وما تقدرش تاثر هذه وحده
الثانيه مهمه بزاف، الانسان اللي يكون على بال واش كاين. علاش شوفوا، علاش دائما تلقاو الكبير يخاف بارابول الصغير؟ دائما شوفوا ريزيفر موتا 88 واش كانوا يقولوا الكبار؟ كانوا يقولوا يا ودي نعلو الشيطان وخطيكم ومن هنا. علاش؟ لانه كان عندهم تجربه تاع الاستعمار وشافوا واش كاين مول الاستقلال. ماشي كيف كيف، حنا الناس رياجي على حسب لي زونجو. الان دوكا شاب لو يحوز خدمه، شاب ما عنده لو يحوز خدمه اللي ما عندوش مول شوفا فينير، بيان سور يكون هو بلي اونجاجي في الحركه، يحب يستنى لو مكسل في الدار وعنده دار واسعه وعنده طوموبيل ولا باس به، هذاك هو اللي يونجاجي اكثر. يونجاجي بصح ماشي كيف كيف، لي زونجو يتبدلوا ماشي كيف كيف. الثانيه قد ما يكون عندك لي زانفورماسيون، قد ما يكون عندك، قد ما تكون عندك اون فيزيون لوانتان، قد ما تخاف سي تو طافي نورمال، سي تو طافي لوجيك تبدا تحسب بزاف. قد ما يكون عندك المعلومات محدوده واش دير؟ تونجاجي اكثر. معناتها المثقف دائما خواف، اوتوماتيكمون دائما خواف، إل فو دي غارونتي. لوجيكمون كون تروحوا تسقسوا ناس من ليترونجي، تحكموا ناس ناتر، انساو بلي انا تزيري، وتقول له اروح واش رايك لو كان تدخل انت في حارك، انت استاذ جامعي في حارك، ما عندوش راس، ومن هنا ما عندوش قياده، ما عندوش تعطير، يقول لك ما نونكاشيش، يخاف. سي تو طافي نورمال، لانه حنا الحراك تاعنا رد فعل، حنا العراق خرجنا الدل تاع سانكيام موندا، حنا خرجنا في لحظه واحد ما كان يستنى فيها، وبالتالي حنا لقينا حنا دوفون لو فيا كومبلي، لازم نتنظموا رابيدمون، لازم نلقاو الحل رابيدمون، صافي سي ديفيسيل باش دومونديو من الناس انها تونجاجي بهذ البساطه، لانه شوفوا بايزومبل ناس اونجاجات وجبدت وناس وناس مازالها قاعده، مي بصح بارابور الظروف تاع الجزائر، تصحر للجزائر، عندنا حراك هايل بزاف كبير، يعني حاجه دوك يقعدوا يقراوا عليه في الكتابات. هذا هو الصرف الجزائر، هذا الناس راحين يقراوا عليه، ولازم ديروا حسابكم بلي كاين مجتمعات، كاين دول راهم دايرين دوكا مراكز تاع دراسات سبيسيال باش يفهموا الصرف الجزائر.